بكلمات قدمها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد، انطلقت أشغال الاجتماع الاستثنائي 30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك الفوبريل الذي يستضيفه البرلمان المغربي على مدى يومين. منتدى فوبريل أعلن خلال الاجتماع الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ دائم لدى هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية إلى صفة الشريك المتقدم. المغرب بالنسبة لنا هو بوابة أمريكا اللاتينية، لا سيما أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي نحو إفريقيا. لقد اتخذنا قرار منح المغرب صفة شريك متقدم للبرلمان المغربي بالإجماع. السيد الطالبي العالمي أبرز أن المغرب يوفر فرصا تاريخية للتعاون وتطوير المبادلات وتوطين الاستثمارات بفعل موقعه على المحيط الأطلسي وقربه من أوروبا وترسخه في عمقه الإفريقي والمتوسط. وإضافة إلى ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب، تطرق السيد محمد ولد رشيد رئيس مجلس المستشارين إلى المبادرات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب، ومنها المبادرة الملكية الرائدة على الصعيد الدولي الهادفة إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل الإفريقي إلى المحيط الأطلسي. هذا طبعا في إطار السياسة الرشيدة ديال جلالة الملك في تقوية هذه السياسة ديال جنوب جنوب وكوبراسيون، يعني تقوية هذه العلاقات جنوب جنوب، واللي آخرها كما تعلمون مبادرة ديال الأطلس اللي تسمح كذلك للدول ديال أمريكا اللاتينية بالانضمام إلى هذه المبادرة يعني القيمة، واللي تعزز وتقرب كذلك الشعوب بين القارتين، القارة الإفريقية والقارة ديال أمريكا اللاتينية. بهذه المناسبة تم تسليم شهادة تقديرية لكل من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد، اعترافا بالدور المحوري الذي تطلع به المملكة في تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.